مش محتاجة إن أطلب منك علشان يجيب لي وصفات من جوة الباري. الأسعار نار، لحمة وخضار، وإزاي أنا أوفر في الأكلة اللي عجباني؟ اطبخ يا هارب، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على قد الإيد. اطبخ يا هارب، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على قد الإيد. على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد، على قد الإيد. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات العيد، وكل سنة وانتم طيبين. وهنعمل النهارده مع بعض اكلات لتاني يوم العيد. هنعمل اكلات رنجه، يعني بقى انتوا عارفين بقى احنا امبارح كان الكشري والكلام ده، فطبعا الناس كلها بتاكل رنجه، سمك، كشري، كله هنعمله بس بالترتيب واحده واحده ان شاء الله مع بعض. والنهارده نعمل رنجه، ايه رايكم؟ رنجه طبعا ما كناش طول الشهر ما كناهاش، ده اكيد يعني. عشان لكم يمكن السمك، في ناس تاكل سمك وناس لا، انما الرنجه ما فيش عليها فصال، استحاله حد ياكلها في رمضان ابدا. فعشان كده احنا بنعملها ممكن يكون 3 ايام رمضان العيد عادي جدا، عادي. فالنهارده هنعمل مع بعض رنجه والطحينه، ايه رايكم؟ خفيفه كده ومش زفره قوي، وبعدين برضو مش محتاجه ان انت لا، ممكن تسيبيها في طبق كده في المطبخ او في علبه في الثلاجه كمان، ممكن تقعد كذا يوم اي حاجه. فعندنا هنا تونه رنجه مخليه، رنجه مخليه خليينها انت ممكن ان انت تقطعيها بنفسك كده على البارد او على السخن، يعني ممكن تحطيها على النار ترقعيها زي ما بيقولوا كده، نطرقعها نعمل الرنجايه الناحيه دي والناحيه دي على النار كده، فتفك من بعضها والقشره تفرقع من عليها كمان، ونبدا نسلك منها القشر وتبقى بالشكل ده. عندي بصل، طحينه، شطه وكمون وملح وعصير ليمون، تمام كده. نعملها ازاي؟ نجيب بقى بوله كبيره وزيت كمان، واخدين بالنا الموضوع ده، ده لازم زيت كتير. هجيب كده عايزه حاجه ايه سميكه شويه كده، بص بصل اخضر لو لقيتيه يبقى حلو قوي، بس هو دلوقتي مش متوفر قوي فما لقيتوش انا، فاعمل بصل عادي. انتوا عارفين مش هتقف قدامي اي حاجه، لازم اتصرف. حط بصل عادي كده، قطعه رفيع جوانح او مربعات صغننه، بس هو المفروض يبقى بصل اخضر، بصل اخضر وكتير، وشوية ملح على البصل كده، وفلفل اسود، كمون، سنة شطة، وعصير ليمونة كده دلوقتي عليها، علشان ايه؟ كل ده بضيع الحرقيه بتاعه البصل، لان البصل طبعا بص الليمون يا عيني زغنوه خالص لسه بقى بدا يرخص اهو دلوقتي الحمد لله، يعني نعم لسه ما فيهوش ميه كتير بس مش مشكله. يبقى كده حطيت البصلايه، ملح وفلفل وكمون وشطه وعصير ليمون، ده كده على ايه؟ على البصلايه او على البصل الاخضر. وابدا ده عشان البصله عاديه، فانا عايزه ان انا ايه اخليها تدبل وتطرى شويه، فانا حاطه لها كل ده واسيبها ادعكها كده مع بعضها، واسيبها على جنب لوحدها شويه على ما ايه ما اعمل الطحينه. ده اللي هخليها تطرى ما تبقاش ناشفه في وسط الايه الرنجه. حابه اقطعها طويله كده او الصغننه المربعات الصغيره، اوكي. خليها كده بمعلقتها عشان كل شويه اقلبها شويه، واجيب بقى بوله تانيه برضو اعمل فيها الطحينه واقطع عليها الرنجه، بس الاول افك الطحينه. بصي انا مثلا واخده ايه كوبايه طحينه تاخد حوالي نص كوباية زيت، تاخد زيت كتير قوي. معلقة كتير مية،
كوباية الطحينة. عايز اقول لكم الرنجة بالطريقة دي خفيفة جدا جدا. تاكلي بقى جنبها ايه؟ قطعي خيار جنبها، حمري بطاطس للاولاد بقى اللي بيحبوا بس المحمرة، تبقى وجبة كده على بعضها حلوة قوي. خيار وبطاطس والرنجة اللي بالطحينة، خلاص كده حلو قوي. افك بس الطحينة. افكها خالص واديها ايه الملح بتاعها والكمون وعصير الليمون، ولو في خل لازم خل، مفيش خل مهم اوي الخل هنا، خل وعصير ليمون كاني على سلطة الطحينة بالظبط. كده ادي كده الطحينه، اعمل الخلطه بقى اللي هحط فيها الايه الرنجه، خفتها اهي قوي كده، اديها بقى شويه كمون شويه شطه عصير ليمون. شوية خل كمان والزيت بقى. طلع مية بالعافية. بتحايل عليها تطلع المية. تمام كده. أنا أفتكر عمر الليمون ما غلي كده أبدا أبدا. عمرنا في حياتنا الليمون ما غلي بالطريقه دي، طول عمره يعني بيغلى وقت بيغلى قوي 10 جنيه، يقول يا ده غالي جدا. انما السنه دي يعني حصل له حاجه غريبه بصراحه. كده وشويه خل اهم والزيت، حبة كتيرة من الزيت. يبقى كده لو كوباية طحينة يبقى عليها نص كوباية من الزيت. ماشي كده. حاضر. البصل عندي اهو بقى كده. نطبقه على الطحينة. ونقطع الرنجة وننزلها عليه ونخلطهم كلهم مع بعض، بس كده خلصت الحدوتة. ادي كده الأكلة بتاعة النهاردة، الغدوة الحلوة جدا جدا جدا. بس ايه، هنجيب حاجة نقطع عليها الرنجة. نقطعها بقى رفيع كده. ونقلبهم ونحطهم في طبق التقديم. بس طبعا اللي هياكل مش هقدمها دلوقتي، تفضل زي ما هي في البوله كده على بعضها عشان ما تنشفش منك، واللي يحب ياكل يغرف منها وخلاص على كده. بس كده. ودلوقتي هسيبك فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. على قد الايد، على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وبنكمل حلقات النهارده، حلقه النهارده بتاعت العيد اللي برضو فيها سمك، هنعمل تونه بقى المره دي.
هنعمل الطبق ده بتاعنا تونه. تونه بالايه؟ ديت دي رنجه اهي خلصت. بصوا بالشكل ده حطها شطه للي عايز طبعا. وبعدين هنعمل مع بعض دلوقتي مكرونه بالتونه. مكرونه تونه بقى عشان برضو ما كناهاش طول رمضان، بنعوض بنعوض بكل حاجه. فهناخد نقطة مكرونه مسلوقه، تونه، بصل، فلفل رومي، زيتون، وكاتشب ومايونيز. دي وصفه على بعضها كده حلوه جدا. بس احنا هندبل الاول البصل مع الفلفل بشويه زيت. هنجيب كده بقى ايه سكينه ونجيب شويه زيت. زيت المكرونه كده، ونقطع البصل والفلفل مع علبتين تونه. واكله اهي، اكله سريعه للي ما بيحبش الايه، للي ما بيحبش الرنجه والفسيخ زي حالاتي. لا احب الرنجه ماشي، انما الفسيخ لا. فممكن طبعا افضل التونه عن الفسيخ، لو مش غير فسيخ هاكل تونه اكيد يعني. دي اذواق بقى، ده الاكل ده اذواق يعني. هاخد بصلايه كده وبتجهز عليها. تمام. انت طبعا كميه المكرونه تحطيها، تقطعي البصل بتاعها كميه مناسبه يعني، ما تقطعيش قوي برده. وطبعا كنا محرومين برده في رمضان في اكل البصل دوت غير في السلطه بسيط. بس انا عايزاكي تكتري مع الرنجه والفسيخ، تكتري بصل قوي عشان ده زي مضاد الحيوي كده، بيحارب اي جراثيم. فحتى لو في اي حاجه بتبقى مش مظبوطه في الرنجه او الفسيخ، خصوصا الفسيخ، البصل ده مهم جدا جدا، بيقلل من تفاعل اي حاجه. حتى فلفله صغننه مش عايزه كبيره. وادو ايه وادبلها هي كمان كده مع البصلايه بشويه ملح وفلفل. ناخد ريحه الفلفل بس كده. ريحه الفلفل بتحمر حلو جدا، فبحبها مع البصل في اي وقت بصراحه. بس هي مناسبة جدا مع شوية بقى ملح وفلفل. وادبلها، وبعدين اديها الايه بقى، اديها الكاتشب ومايونيز، انزل المكرونة على طول بعد التونة بس كده. ومجرد ادبل البصله مع الفلفل واقلب الكاتشب مع المايونيز. اي طبق كده دي برضو عارفين يعني ايه، دي برضو اكلات يعني. الرنجه دي يمكن برضو اكلات من اللي بيحبوا القديم، والاكله دي اللي يحبوا الجديد بقى. برضو اكلات الشباب زي البيتزا كده، انا عملتها امبارح، براضي كل الاطراف، لازم حد يزعل مننا في العيد. بجيب كده مايونيز معلقتين كبار، برضه معلقتين كبار كاتشب، هم بعد كده ودي خلاص كده اشيلها من على النار.
ودوبك دبلتها بسيط، انزل عليها الايه؟ التونه. وادوبها معاها كده. وطبعا النار خلاص بقى كده خلاص. انا باخد السخونيه بس بتاعه الايه؟ الطاسه مع الخضار السخن. وانزل الكاتشب مع المايونيز كده عليها. عشان الكاتشب والمايونيز ده موضه جديده برضو. مش على قديمه خالص. كده المكرونه بقى المناسبه، نحط الزيتون برده شويه كده وشويه على الوش. شويه صغيرين جوه المكرونه والباقي يتحط على الوش ايه يتزين بيه. ادي كده. الاكلات دي بقى ما نكترش منها كتير. يعني ما نعملش كميه مثلا قلت اقضي بقى غدا وعشاء، لا لا لا، ده على قد بالظبط. يعني اللي هياكل دلوقتي هعمل على قده، ما اخلطش كميه كبيره واسيبها عشان ما تشميش فيها ريحه زفاره. انما لا، الرنجه لا ما بتعملش سبحان الله بالطحينه وزيت والكلام ده، ممكن تحط في الثلاجه في علبه يومين ثلاثه مش هيغلى اي حاجه. انما المكرونه هي اكلتها بس تاكل في ساعتها وخلاص. فنعمل على قد بالظبط. بس كده. دي بقى طبق تقديم، ممكن ايه طبق كبير زي ده. لكم بقى غدا اليومين دول ايه عشان تحاولوا تتفسحوا بقى. غدا سريع كده وخفيف وايه ومغذي كمان عشان ما تتكلفيش كتير وتطلعي بره وتتفسحي بقى تعملي تتغدي بره والكلام ده، وفعلكم الغدا بره في العيد مش حلو خالص. صح كده؟ انا بقول كده. بيبقى في اعمال كده وكله عايز يخلص وزحمه وهيصه ومفيش نظافه، فخليك في البيت كده احسن كله وبعدين تطلعوا تفسحوا بعد كده. تمام؟ وزين كده بالزيتون. هتتفرجوا ان شاء الله. وحتى نشوف فاصل صغير نرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي هنعمل مع بعض حاجه حلوه بقى. نعمل رز لبن في الفرن، ايه رايكم؟ احنا عندنا كحك وبسكوت وكل الكلام ده، بس برضه محتاجين نعمل تحليه تخفف بقى من الرنجه والحاجات دي تقلل الحموضه. طبعا كحك وبسكوت ده مش هيقلل الحموضه، بالعكس يعني، بس احنا نعمل حاجات بتقلل الحموضه. نعمل رز بلبن، ايه رايكم؟ رز بلبن في الفرن. عندنا رز مسلوق، لبن، قشطه، سكر، نشا، فانيليا، زبيب وجوز هند. ده رز مسلوق، مسلوق قوي. تمام؟ هنعمل فيه ايه بقى؟ نجيب كده لبن. عارفين كيلو اللبن بياخد نص كوباية رز نسلقها عشان يبقى معانا مظبوط. كيلو اللبن بناخد له نص كوباية رز نسلقها، بترمي كتير قوي، بترمي حوالي كوبايتين نص كوباية الرز دي. وبعدين نبدأ نشغلها خلاص؟ بتطلع معاكي طعمها حلو. هيطيع عليا دايما، فظيعه في الذوق انا، فظيعه. هنحط بقى سكر طبعا، ايه لا اكتر شويه طبعا، دي حسب ما انت بتحب الحلو ايه. والرز المسلوق
ماشي كده، اللبن والسكر والرز المسلوق، فانيليا، شوية زبيب عشان ايه يتنفشوا كده جوه اللبن، شوية جوز هند، واقلبهم كلهم مع بعض كده، خليهم يغلوا على النار وابدا اديهم النشا. انا بحب اديله نشا، في ناس كتير ما بيعملوش كده، في ناس بيحبوا ان هو خلاص الرز بيطلع النشا بتاعته بيستكفوا بكده. انا بقى من الناحيه دي قلقه شويه، يعني بحب بخاف ان هي تطلع بعد ما اعمل كل ده والاقيها في الاخر سايبه، ممكن يكون كميه الرز اقل من كميه اللبن فلاقي الموضوع ساب مني. لا، اضمن ان انا اديله النشا. اجيب بس كده ايه بولة اكبر شويه ومعلقه، ابدا اديها شويه ميه هتغلي، واروح مديها الايه، بس استنى ما تغلي عشان اديها النشا بتاعها. هبدأ اديها حتة قشطة كده في الأول، وبعدين هديها قشطة على الوش برضه بس عشان تبقى كلها دسمة. اديها قشطة واديها معلقة سمنة روابي عشان اخلي الطاجن ايه دسم شوية. واغليهم مع بعض بقى وانزل عليهم النشا. القشطه بقى والسمنه بتسيح، يخلي بقى الايه الطاجن ده محترم ما يطلع من الفرن ان شاء الله. وادي النشا، معلقتين نشا كبار، واخلي كله يغلي وبعدين اصبهم بقى في الطواجن بتاعتي دي، واديها برده حته قشطه تانيه على الوش بقى، نعوض بقى الدايت اللي عملناه في رمضان لازم. هو ده رمضان الواحد ما ينفعش فيه دايت ابدا، ولا رمضان ولا العيد، فرصه بقى خلاص بعد العيد، بعد العيد ان شاء الله. هيغلي معايا اهو كده، اجيب بقى كبشه الم الدنيا حواليا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، حبه بقى ممكن تعمليهم صينيه على فكره، وما عندكيش طواجن صغيره ممكن تعمليهم في صينيه. نقلب، حط كبشة كل واحدة، حابة بقى تزيدي أي مكسرات تانية في النص هنا زيدي، مثلا زبيب، أنا هحط أزود زبيب وأزود جوز هند، وبعدين إيه أكمل الباقي على الوش. حابة تحطي بندق، لوز، سوداني، أي حاجة في النص هنا ممكن جدا، عشان احط على ايه القشطه هي اللي على الوش بس. ده اللي ياكل الطبق ده ولا هيفطر ولا يتغدى ولا يتعشى، هو طبق طول النهار. طاجن العيد ده بقى مش عايزاه يفور كده، بقى قشطه وادخله الفرن.
على الوش كده تسيح وتعمل لنا الوش الاسمر الحلو اللي بتلاقيه كده بتجيبيه من بره الطاجن ده، طاجن الرز المعمر ده بتلاقيه وشه محمر كده قوي محروق كده من القشطه. طبعا اليوم الطويل ده بس كده هبدا بقى احطهم في ايه، في الفرن. كفايه كده مش هكمل حته القشطه دي عشان انا بحافظ على الدايت. اخد كده طبعا كله مستوي، بس انا عايزه بقى القشطه تسيح وتعمل وش ويبقى شكلها كده ايه لطيف زي اللي بيجيلها من بره. بس كده تمام. ادي كده عملنا الغدا وعملنا الايه الحلو بتاعنا. طيب فاصل مش هعمل اي حاجه. طيب خلاص ماشي اشوفكم بعد الفاصل. فاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل. بصوا ده بقى ايه، بص شكل بقى الرز باللبن ده فظيع الدسم جدا ده، واللي انا عاملاه ايه ده قبل الحلقه خلاص. طبعا التاني لسه في الفرن موجود، بياخد له شويه وقت على ما القشطه تسيح ويبدا ان هو ايه يعمل الوش الحلو ده. نعمل بقى وجبه ثالثه، يعني حاجه ثالثه كده جانبيه، ممكن جنب ده او جنب ده، عشان اللي ما يحبش يكمل كل الاكل من الرنجه او كل الاكل المكرونه ياكل الاكل اللي جنبها دي، اللي هي ايه بطاطس بالبيض. عندنا بطاطس مسلوقه ومهروسه، ده شكل الطاجن شوفوا جامد جدا ازاي ما شاء الله. بطاطس مسلوقه ومهروسه، بيض مسلوق، كمون، كزبره ناشفه، ثوم وخل. هعمل دقه واحط عليها البطاطس واحط عليها ايه البيض المسلوق والفلفل الحامي. احنا بقى في عيد فمش مشكله فلفل حامي، كنا في رمضان عمالين مقلقين قوي من الفلفل الحامي ده، انها في العيد لا مفيش مشكله بقى ان شاء الله. اشربوا ميه براحتكم بقى. نقطعها صغنونه كده. بعد العيد بقى ان شاء الله نصوم 6 ايام البيض ان شاء الله بعد العيد. انت مستعجل ليه بس؟ لسه قدامك الشهر كله. عايد كده واتفسح وزور قرايبك، مع ان انا عارفه هقضيها نوم كلها. بعد كده بقى نبقى نصوم ان شاء الله. صغننه كده كفايه يلا زي بعض عشان ما نروح وحشه قوي. ونجيب بقى هنا كده طاسه ونضيف فيها معلقه سمنه روابي كده حلوه، نجيب الثوم بص بتحب الثوم جدا، هناخد معلقه ثوم كبيره كده على حوالي نص كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه. ده طبق جانبي بقى، ينفع تفطري بيه، ينفع تتعشي بيه، ينفع تحطي جنب اي اكله من دول. كزبرة ناشفة عليها كده وحمرها معاها. دي بقى ايه دقة البطاطس بقى دي. كده تحمر بس شوية وبعدين راح مديها ايه شوية الخل وانزل بقى البطاطس عليها وهي على النار
علشان البطاطس تشرب منها حلو قوي. احمر بس التومه عشان تدي طعم حلو. هي تكه صغننه قوي بين انك تطلعي الحاجه حلوه مظبوطه او يا اما بصي تكه التوم ده بالذات لو اتحرق هيمرر ولو ني ملوش طعم، انما متحمر كده التحميره المظبوطه الحلوه دي اللي هو مصفر فيها اشقر فيها كده دي المظبوطه ان شاء الله يعني كده اهو. دي له خل بقى انزل البطاطس واقلبها مع الدقه دي كده الحلوه دي. دي زي سلطه كده، شويه كمون شويه ملح وفلفل كمان نبهرها حلو كده. وفلفل اسود ونقلبها كلها مع بعض كده. وابدا اديها ايه بيض مسلوق كمان. والفلفل الحامي ما حبيتش احمر الفلفل الحامي عشان ما يطلعش على عينينا بقى لنا كلنا دمعنا هنا. الفلفل الحامي ده لما بيتحمر بينتشر بطريقه فظيعه وهو ناي كده كفايه علينا قوي. وهي سخنه بقى كده احط لها البيض الايه المسلوق واقطعه بالقطاعه. كده وبالعرض كده عشان تطلع ايه مربعات كده بالطول. شيلها كده حطها بالعرض كمان. وهرسها مع البطاطس كده واحطها طبق التقديم. حلوه جدا وطعمها حلو قوي قوي والاطفال كمان مغذيه جدا جدا. بس بقى لو اطفال صغيرين بلاش قرن الفلفل الحامي انا حطيته ده، انما انا شباب كبار مش مشكله. حلوه برضو الحرقيه دي اللي في الفلفل مفيده برضو. ماشي واحطها في طبق التقديم وبعدين ايه اقدمها. ودلوقتي هسيبك فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل اقول لك عملنا ايه مع بعض. وفاصل ونواصل. على قد الايد على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وهغرف اهو. بصوا كده الايه البطاطس طبق التقديم بقى كده تغرفي ايه على القد مثلا اهي. دي برضو من ضمن الحاجات اللي فيها بيض بس ممكن تقعد في العلبه يومين لغايه تاني يوم لغايه بكره مش هيجرلها حاجه. كده نرصها فوق بعضها كده. وعملنا مع بعض ايه النهارده بقى؟ نفتكر مع بعض عملنا مع بعض الرنجه. الرنجه اللي عملناها بالطحينه. جبنا رنجه وشوحناها على النار، شلنا منها الجلد والشوك، وجبنا طحينه وبصل، بصل اخضر يا ريت لو لقيتي، ما كانش خلاص هو دلوقتي ما فيش بصل اخضر ففي الايه الاحمر ده حلو قوي. وبعدين جبنا البصل حطينا لها شويه عصير ليمون
وملح وفلفل وشطه وخليناها ايه دابت، دوبت البصل قوي فيها علشان يطرى معايا يبقى زي الاخضر كده شويه. وبعدين عملت الطحينه زي صلصه الطحينه بالظبط، دوبت الطحينه في ميه وحطيت لها الخل وعصير الليمون وملح وفلفل وكمون وزيت بقى، يعني كوبايه الطحينه عليها نص كوبايه من الزيت. حطيت الزيت عليها وقلبتهم مع بعض حلو قوي قوي، ورحت نازله عليهم البصل اللي انا مدبلاه اللي حطيت معاه الخل والملح والفلفل والليمون وهو الثاني عشان يطرى، حطيتهم على بعض. قطعت الرنجه حتت صغيره ورحت ضايفاهم عليها وحطها بالشكل ده. ادي كده الرنجه اللي بالطحينه، حلوه جدا جدا على فكره، لما تدوقوها هتحبوها اكتر من اي حاجه ثانيه، احسن من اي رنجه حتى اللي هي بالليمون والشطه والملح دي، بس دي حلوه جدا جدا وخفيفه كده تمام. وبعدين عملنا كمان المكرونه اللي بالتونه. المكرونه اللي بالتونه دي بص انا هعمل لكم البتاع دي زي المطاعم، مطعم الفول والطعميه، بتلاقيه يقعد يعمل لك بقى اشكال كده وهرم من البطاطس وحركات كده بيعملها، احنا كمان نعمل حركات. يبقى عنده طبق اللي قدامه ده الحاجات الرصاصة شكلها جميل جدا. تمام، عملنا جبنه تونه مكرونه اللي بالتونه، سلقنا مكرونه جبنه تونه وبصل وفلفل، شوحنا البصل على النار مع الفلفل طرناهم بقى شلناهم من على النار، حطينا مايونيز مع الكاتشب قلبناهم مع بعض وضفناهم على مع البصل، بس حطينا التونه الاول على السخونيه الاول كده خليناها تسيح شويه، وبعدين رحنا حاطين الايه التونه الاول وقلبناها مع البصل والفلفل، وبعدين حطينا الكاتشب والمايونيز قلبناهم مع بعض وضفنا عليهم المكرونه المسلوقه والزيتون فقط لا غير. حلوه جدا، ريحتها حلوه قوي، والكاتشب مع المايونيز مديها تيست حلو قوي. ادي كده البطاطس اللي بالبيض، وعملنا كمان الرز بلبن اللي بالقشطه، جبنا رز سلقناه حلو قوي ما شرب كل ميته، حوالي نص كوبايه بس حطينا لها ميه شربتها كلها. جبنا كيلو، حوالي كيلو من اللبن غليناه، حطينا معاه السكر جوز هند زبيب فانيليا، نزلنا بعد كده عليه بالرز وحطينا عليه قلبناهم كويس الاول، وبعدين حطينا لهم معلقه من سمنه روابي وبعدين معلقه من القشطه كبيره، ساحوا كله مع بعض وحط عليهم النشا معلقتين من النشا كبار، قلبتهم لغايه ما غلي كل المجموعه دي مع بعضها. جبت الطاجن صبيت فيه اول كبشه كبشه كبشه، وبعدين تحط اي حشوه مكسرات زيب جوز هند تاني اي حاجه، وبعدين كملت الطاجن كله وحط على وشه حته من القشطه بقى بالشكل ده، بيغلي بقى فبيديك الايه الحمران بتاع الوش ده. وعملنا البطاطس اللي بالبيض اللي هي بالدقه، دقه وبيض مسلوق، حطينا جبنا بطاطس مسلوقه حوالي نص كيلو بطاطس مسلوقه، وبعدين جبنا الثوم حمرناه في معلقه من سمنه روابي وحطينا له كزبره ناشفه، خلينا الثوم يحمر يعني يشقر يبقى اشقر كده، واحنا مديناه معلقه من الخل وقلبناهم مع بعض حلو جدا. نزلنا على البطاطس المسلوقه وقلبتها على النار شربت من كل التتبيله دي، ورحت طلعاها بره مديها بيض مسلوق وملح وفلفل وكمون وبقت بالشكل ده، وزوقتها بالايه بالبيضه دي. وكده خلصت حلقتنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين، واستنوني بكره على خير، الى اللقاء. محتاجة